مدش حريتان كتف عدي لباد الگو تو بري عرمها غرصورة نمو و هاد اليراك بحي كليه ده شريع عدا ايشام عدا هدل كو مدو طوان بلود اللغو عربين ايكو شاقين تو عرمها غرصور کا وحا مناسبة دنكسو قيب غلي قد ده عدالة ده سومالي لان قدوميها محكمة ده سريع سومالي لان وزيرك وسارة ده عدالة ده هقان كتاليس كا اسلوب تا قدوميها هاية ده شرقالها سراكيش هاية ده UNDP يباه ده غرصور کا وزيرك وزارة عدالة دي أرماها قرصور كسومال لان مدني حسين أحمد عيديد أي كوى بحيي فايدة دا لغا دحليو تبع لقليي قرصور ياشن يساقو حسين قرص ياشن لغو هرو مرين ايو أديقية دا عدالة دا أي ودو وزارة عدالة دا إيا حكومة دا سومالي لان وحان أولاد دار دارمي قرصور ياشن أقون تلاباري قدوميها محكمة سرية سومالي لانهنا قدوميها قدد عدالة يوسف اسماعيل علي اي اسنا كوايا ورمي مراحل كالوصو مري ان لو كبعية اقونتا قرصورة ياشا سيمرا لوغا قارو هليد عدالة قود اي بلشدا اسوغو قدوميو شرحي واجبات كالاقربو قرصورة ياشا نهو قلقا اي توفرك عربيس قارد ميستي taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya sareeyo guuta maxamed xuseen faarax xiirane ayaa ka warramay kaalinta garsoorayaashani ay ka ciyaari karaan hawlaha cadaaladda dalka iyo sida ay wada shaqeyn uga dhaxayso iyo wax ay ka tarayso agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Soomaaliland khadar ahmed duriye ayaa sharaxay dadaalka wasaaradahan ay ka galeen in kor loo qaado aqoonta dadka ku hawlan hawlaha garsooranimo tanina ay qayb ka tahay madaxa hay'adda UNDP qaybteeda Soomaaliland master stephen ayaa soo dhaweeyay mirada dalka tab مدد بدن لجلنيي بعد قرصورك أرنت أنه كتل مامي كوه هيدودو أي كلاشا قيسة سومالي لان أحمد ديريا حريريها توبركن إيا خالدو آه قرصورياشي أقون تبرتمق عاو كوه الليي أيا كوه رمي مراحل كتوبركن إيوصو مري دروست أي قاتين إيا وح أي كردحلين إيا بوشادة وح أي قبان دونان وحان أمهان نقين إدكستو قعان كجلستي هيرجلينتا مشروعا قبقبدي مدشا وحا شهدوين لغو قدوسيي garsoorayaashii muddo 10 ka bilood ah lagu arbinayo ku shaqeynta arrimaha garsoorka oo markii horena ahaa kuwa jaamacada ka baxay